والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يدلك على أن الإمام مالك رحمه الله كان إماماً في السنة، ومن عباراته المنهجية العظيمة أنه قال: لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف، لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. منهج العلماء والأئمة تعظيم السلف وإجلالهم، ولذلك كان الإمام مالك يرى أنه لا ينبغي لإنسان أن يقيم في أرض يسب فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم. ولذلك من مقامات العزة أن ينتصر طالب العلم للسلف، وأن لا يرضى بسبهم بل يذب عن أعراضهم، كما لا يرضى بسب علماء أهل السنة بل ينتصر لهم ويذب عن أعراضهم. وليس هذا من التعصب في شيء، بل هو من نصرة الحق أن تكون عندك غيرة على أهل الحق، وأن لا ترضى بسب السلف ولا سب من يسيرون على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. والنصح مطلوب للجميع.